السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلم لكم ان شاء الله على واحد البورس اللي ديال لونيفرسيتي ماستريخت اللي كاينه في لي بيبا او البيبا او كاينه ولا نقولها لا هولندا. هادو معروف، هاد لي بورس هادو راهم معروفين، وهما واخا انا درت لا بريزونطاسيون راه كلشي كتبته اون انغلي، ولكن انا غادي نحاول نشرح لكم بالعربيه، باللغة العربية أو بالدارجة ديالنا السهلة. هاد لي بورس هادوك، هادي يونيفرسيتي اللي كاينة في كيما قلت لكم في هولندا، و شاكاني كتعطي دي بورس لي زيتيديون زيترونجي أو لي طلبة الأجانب اللي بغاو يجيو يقراو في هاد ماستريخت يونيفرسيتي. على بركة الله. هنا كما كتبت لكم تيب دو بورس، اون بورس ديتود بيبا نيفو ديتود ماستر. لا فان دو كانديداتور باش تصيفطوها لونيفرسيتي دو ماستريخت هي لو 1 فيفري 2021، هو لو ديرني ديلي بور انفويي فو دوموند دو بورس ولا فو كانديداتور بور افوار ديك لا بورس. باش تطلبوا لا بورس عندكم هو اول 1 فيفري او فاتح فبراير 2021. ديسكريبشن يونيفرسيتي اور اورجانيزيشن، عندكم هنا كما قلت لها ماستريخت يونيفرسيتي، كروس ليفل فول تايم ماسترز ديجري بروغرام، يعني كيطلبوا غادي تمشي اللي كياخد بورس كيمشي كيقرا تما الماستر كامل، ماشي كيقرا غير سيمستر ولا زعما واحد الاسدوس لا اسدوسين، لكن كيقرا الماستر كامل. هنا عطينك شحال كتاخد في هذاك سميت في ديك المده كلها اللي غادي تقرا ان شاء الله هي 29,000 اورو. كيفاش تقدر دوموندي لا بورس؟ اكسس مود هي اونلاين، غتقدر دومونديها اونلاين. نومبر ديال لي بورس اللي كاينين او نومبر اوف اووردز 24 اوبورتونيتيز ار اووردد، عندكم 24 بورس اللي كاينه. ناشوناليتي students outside from EU and EEA، يعني لي زيتيديون او الطلبه اللي ماشي من اوروبا كيقدروا دومونديو هاد لا بورس، اللي ماشي من الاتحاد الاوروبي، اللي ما داخلينش في الاتحاد الاوروبي هما اللي كيقدروا يطلبوا هاد البورس. زعما الناس اللي خارجين على اوروبا هي مفتوحه لكل شيء، العالم كامل. دونك البروغرام ديالك غادي يكون في القرايه اللي وان سور واحد القرايه اللي غيقرا في يونيفرسيتي ماستريخت اللي كاينه في البيبا او لا هولاند. هنا نيدرلاند، نيدرلاند هي البيبا ولا هي لا هولاند. ابليكيشن ديدلاين هو 1 فبراير 2021، دونك 2021 هو لو ديرني ديلي. اللغه باش غتقراو هي الانجليزيه. اول حاجه كدير هي كتشوف راسك واش انت تقدر تشارك في هاد لابورس لي هاد لابيل ولا شي حاجه ديال لابيل لا كانديداتور، واش تقدر ترشح او لا. لي بو هاد البروغرام تمشي دونك تقرا تما، ولكن اول حاجه كدير شنو هي؟ اول حاجه كدير هي انك كتدخل لونيفرسيتي ماستريخت كما هضرنا عليها، غتدخل لونيفرسيتي اون كيستيون اللي هي جامعة ماستريخت او ماستريخت يونيفرسيتي، كتدخل ليها وكتقلب واش كاين داكشي اللي بغيتي تقراه انت، داك الماستر اللي بغيتي ديرو انت. بيان سور الواحد اللي عنده لا ليسانس وخد الدبلوم ديالو اي تو سا، بيان سور هو اللي غيقدر يتسجل ولا غيقدر يمشي لهاد لابورس، هو اللي غيقدر يدوموندي هاد لابورس. ولكن اول حاجه كدير هي انك كتمشي كتقلب على واحد الماستر عندهم في ماستريخت يونيفرسيتي، داك الماستر كتبعت باش تتسجل فيه، باش دير اون بري انسكريبسيون، كدير واحد التسجيل اولي وكتاخد داك التسجيل ديالك، هو داك التسجيل ديالك هو باش كتقدر تطلب لا بورس. هادي ضروريه لابد منها. هنا ديال eligibility criteria، the applicant must meet the following eligibility criteria. You hold nationality in a country outside، كما قلنا تكون عندك nationality اللي خارجة ديال أوروبا، سافو دير كما كنتي، أنا كنهضر علينا حنا حيت حنا في المغرب،
دونك كنتي مغربي، كنتي من المغرب العربي، كنتي من دولة أخرى، أي دولة خارج أوروبا. و بيان سور هذا بيان سور طلب الفيزا وطلب هادي وهادي باش كتدخل. وما تكونش عندك ولا كنتي عايش في هذا، ما تكونش عندك دوبل ناسيوناليتي. سافي دير شنو هي دوبل ناسيوناليتي؟ ما تكونش عندك واحد الجنسيه مزدوجه اللي كتكون الجنسيه ديالك والجنسيه ديال شي دوله من اوروبا. هذه ما تقدرش تشارك في هاد لابورس لكن عندك، لكن انت هكا لكن عندك جنسيه مزدوجه، يعني جنسيتك جنسيتك الاصليه زائد جنسيه من دوله من دول اوروبا، لا تستطيع المشاركه في هاد لابورس. او تقول بيان سور غادي تطلب باش تشارك في هاد الماستر. هنا كاتبين لك هنا دايرين يو هاف ابلايد فور ادميشن تو ا فول تايم ماسترز بروجرام ات ماسترز يونيفرسيتي فور ذا 2020-2021 اكاديميك يير. يعني غادي تطلب كل شيء، غادي تدخل داك الماستر غادي تقراه من كامل، يعني شحال فيه هما الماستر ديالو شحال فيه عام ولا عامين، المهم انت غادي تقراه كامل. هذا تبوستولي باش تقراه كامل. نقطه اخرى هي خاص يكون مهم داكشي اللي بغيتي تقراه يكون البروغرام يكون معروف شنو اللي غادي تقراه. يو ميد دو سبيسيفيك، يعني خاص يكون عندك مع اليونيفرسيتي دو بروغرام يكون عندك انك تقبلتي في واحد الماستر ديال اليونيفرسيتي دو ماستريخت، تقبلتي في شي واحد فيهم. يو هاف نيفر بارتيسيبيت ان ا دوغري سيكين هاير ادكيشن بروغرام ان ذا نيدرلاندز، ستودنتس هو هاف كومبليتد اكسشينج بروغرام ان ذا نيدرلاندز ار ويلكم تو ابلاي. دونك ما تكونش شاركتي في شي بروغرام ديال اللي تابع البروغرام ديال شي برنامج ديال المنح اللي تابع الهولندا او البيبا او هولندا، ولكن لكنتي كنتي كنتي كتقرا في كنتي كتقرا في هولندا ولكن ماشي ماشي بروغرام ديالهم هما البورس، تقدر تشارك في هذا البرنامج وما يكونش عندك بيان سور فايت 35 سنه في لاج ديالك في العمر ديالك او في السن ديالك، ما يكونش يا فوق 35 سنه البرومي سبتمبر 2021، يعني في البرومي سبتمبر 2021 ما يكونش عندك 35 سنه. يو هاف اوبتيند اكسلنت ريزلتس ديورين يور براي ادكيشن بروغرام. دونك هنا كيقول لك يكون عندك واحد يكون عندك واحد التفوق في الـ في الـ في, الـ في القرايه ديالك او في البروسيسيس ديالك اللي قريتي او البروسيس كامل قريتي، يكون عندك فيه واحد التفوق، تكون تفوقتي بزاف ويكون عندك واحد التفوق والتميز ديال اكسيلونس. ولكن لا جاو عندهم بزاف ديال المرشحين اللي طلبوا لابورس وكانوا ايكوالي كواليفايد، يكونوا كلهم تقريبا مقادين بحال بحال في المستوى ديال التميز او ديال التميز. غادي تاخد بعين الاعتبار هاد اليونيفرسيتي كتفضل تاخد هو اللي عندهم اللي كانوا هما من الاوائل في المسيره ديالهم في الجامعه ديالهم الاصليين، كانوا من الاوائل، هما اللي كتفضل تاخدهم اللي كانوا من 5% من الاوائل في الجامعه ديالهم، هما اللي كتاخذهم في لكان لكان الواحد زعما لقاو بانهم كاين بزاف ديال المرشحين مقاربين بزاف في ملي كيديروا لهم ملي كيديروا لي فالياسيون ديال لي كانديداتور ولا ملي كيخدموا لي كانديدات كيشوفوا بانه كاين بزاف الناس اللي مقاربين بزاف كياخذوا هذوك اللي عندهم تميز اللي الناس اللي ناجحين بار اكسيلونس تياخذوا من 5% في الجامعه ديالهم هما اللي كيتخادوا. دابا هادوك هما كيقولوا كيفاش كيديروا الاختيارات ديالهم، كيفاش تقدر هاو تو ابلاي فور ذا اوورد. ذا ابليكانت ماست بي تو ريجستر فور ران اور يعني كلك بغيتي دو بارتيسيبيتين ماسترز بروغرام ات ماسترز يونيفرسيتي افتر تيكين ادميشن كانديديت ويل بي automatically considered. دونك هنا قال لك لا 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 تقدر كما قلت قبيله انه خصك تكون مسجل
فواحد من لي ماستر ديال لونيفرسيتي دو ماستريخت في جامعه ماستريخت، دوك لي ماستر ديالها تكون مسجل في واحد منهم، عاد كتقدر تطلب هاد لابورس. هنا داير لك سيبورتين دوكيمنتس، البطائق اللي كيطلبوا لك هي عندك سي في، موتيفيشن ليتر اوف موتيفيشن، اند بروف اوف اكاديميك اكسلنس. هنا عاطينك شنو كيطلبوا، تيطلبوا ليتر موتيفاسيون سي في، وكتعطيهم البروف او اوف اكاديميك اكسلنس، تعطيهم واحد الشهاده ديالك ديال التميز فهداك، يعني تقدر تكون الغلفيد نوت ديالك، يعني ديك الوثيقه اللي كتسجل فيها النقاط ديال كل واحد، تقدر تكون واحد الرساله ديال معاها، واحد رساله من الجامعه ديالك كتعطيك انك من الطلبه الاوائل. كاين كل جامعه وشنو كتدير الطلبه ديالها المتميزين والناجحين بمستويات عاليه بزاف. هنا دو بروغرام، هنا تعطيوك واحد لادريس ايميل، واحد العنوان الكتروني باش كتكتب ليه، باش تكتب ليه فوالا. عاوتاني هنا نكملوا على هاو تو ابلاي. ادميشن ريكويرمنت فور ادميشن ماستر ديجري بروغرام، كانديديتس هاف ماست هاف تو انكلود ترانسليشن اوف ديبلوما. هنا كيقول لك شنو غادي دير باش تقدر تسجل في واحد من دوك لي ماستر ديال لونيفرسيتي دي ماستريخت. بعد دير واحد، تكون عندك الدبلوم ديالك يكون مترجم سواء الانجليزيه او الالمانيه او الفرنسيه، هذا لما كانش عندك الاصلي ديالك في لغه اخرى. هادو دايرين ثلاثه لغات، الانجليزيه والالمانيه والفرنسيه. دبلوم يكون عندك واحد المستوى عالي في الانجليزيه، حيت بالانجليزيه او اللغه الانجليزيه اللي غادي تقرا بها. كانديديس انجليش لانجويج سكيلز شود بي جود انف تو اندرتيك انتنسيف اند تشالنجين اكاديميك كورسز ذات ار ثوت اند اكزامينيد ان انجليش. القرايه كلها ديالك غتكون بالانجليزيه، دونك خص يكون عندك واحد المستوى عالي في الانجليزيه، وتكون متاكد انك تقدر تتبع او تقدري تتبعي. هنا عاطينك شنو كتستافد من هاد البورصة، شنو ترشحتي وصافي تسجلتي في الماست، كما قلت تسجلتي في ماستر تما في لونيفرسيتي دو ماستريخ، وطلبتي باش تاخد واحد المنحة. هادشي كلك تاخدو هاد المنحة، اشنو كتوفر ليك؟ كدير لك هنا كلشي بيان سور، هنا كاتبين 12000 اورو 13 موا، 13 شهر فيها 12000 اورو 350، 25 شهر فيها 23750 اورو. هنا كتخلص هيلت اند ديابيليتي انشورنس عندك 700 اورو. بون هادو هادشي اللي كتعطيك هاد الفيزا اللي كاينه في عندهم، هادشي اللي كتاخذها يعني اون تيرم زعما في الماديات او تمويل الدراسه ديالك عندهم في اليونيفرسيتي في الجامعه ديال ماستريخت. هنا حطيت لكم هنا لينكس ويب سايت، هنا هما هادو لي لينك او لي الروابط ديال السيت اللي تقدروا تدخلوا منهم، كاينين جوج ديال الروابط. الا بغيتو نقدر نحطهم لكم في صندوق الوصف، او اون ميم طون تقدر تمشي دير سكولارشيب ماستريخت يونيفرسيتي في جوجل، غادي يخرج لك توت لي دوني توس دون فو زافي بزوان، كومون ديبوزي، كيفاش دير باش تطلب، كيفاش كلشي كي يخرج لك فيها. وحيد كيخرج لك حتى واحد لو دوكيمون كيلفو اللي خصك دير تملا واحد الاستماره كتملاها يعني عن طريق اونلاين. هذيك الاستماره خصك هي الاولى كتعمرها وكدير معاها هذوك لي دوكيمون كلهم اللي هضرنا عليهم، كديرهم مع ديك الاستماره ديالك باش كتطلب البورس. ولكن اول حاجه كدير هي انك كتمشي كتدخل كما قلت لليونيفرسيتي دي ماستريخت، كتدخل ليها وكتشوف اشنا هو الماستر اللي بغيتي تقرا، هذاك الماستر اللي غتبع فيه الدراسه ديالك كتبعت ليهم باش تاخذ واحد وباش تسجل في داك الماستر. وهما ديك الساعه ملي كيجاوبوك راك تقدر تطلب
ملي كيكون عندك واحد البرينسكريبسيون كوم كوا راهم قبلوك باش يسجلوك في داك الماستر، هذاك هذيك الوثيقه كتقدر تطلب بها لا بورس. ها صافي اليوم هادشي اللي بغيت نقول لكم، هو كنتمنى نكون فدتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.